شابتر 2 في الجزء بتاعنا او في المنهج بتاعنا اللي هو بيتكلم عن extended services او الفينز. وفي الحقيقة بس الفكرة ان الفينز هيدخل فيها جزء تاني او هيبقى ليها analysis جديدة غير اللي احنا كنا بنتعامل بيها المرة اللي فاتت. هنفهم يعني ايه هي extended services او يعني ايه فينز، وبعد كده نشوف الاناليسز هتمشي ازاي. اول حاجه عايزين نتكلم عليها، عايزين نعرف يعني ايه اكستندد سيرفيس. اكستندد سيرفيس هو جسم بركبه على اي سطح، الجسم دوت هدفه ان انا بزود بيه كميه الهيت ترانسفير اللي بتحصل من الجسم ده. يبقى زي ما كان عندي وسيله ان انا اخلي او اقلل كميه الهيت ترانسفير من الاسطح اللي هي الانسيوليشن، يعني انا ممكن اجي على سطح احط انسيوليشن فيقلل الهيت ترانسفير، فلازم يكون عندي وسيله ازود بيها الهيت ترانسفير. طب ده هيفيد، زي ما في ابلكيشنز بتحتاج ان انا اقلل الهيت ترانسفير، في ابلكيشنز ثانيه بتحتاج مني ان انا ازود الهيت ترانسفير او اعمل عمليه تبريد للجزء بتاعي او للسطح بتاعي. فالفكره كلها بنقول لو انا عندي سطحين زي اللي قدامي دول، سطح منهم عند درجه حراره اسمها تي 1، السطح الثاني عند درجه حراره اسمها تي 2، لو جيت ما بين الجسمين دول ركبت زي الوول كده هوت، فهلاقي ان في كوندكشن هيحصل من تي 1 لتي 2 نتيجه فرق درجه الحراره ما بين تي 1 وتي 2. كمان الجزء اللي انا ركبته ما بين السطحين دول او الول اللي انا ركبتها ما بين السطحين دول لو معدي عليها فلويد، فالطبيعي ان انا هلاقي ان في كونفكشن بيحصل من الول دي او بيحصل من الفين دي او من الاكستندد سيرفيس دوت عن طريق الكونفكشن. فبالتالي بقول كده هوت ان طول ما انا ماشي بكميه الحراره من تي 1 لتي 2، الكوندكشن قاعد يقل او قاعده درجه الحراره تقل من تي 1 لتي 2، وفي نفس الوقت بيحصل كونفكشن كمان. فالفكره كلها في الفينز ان انا بركب جزء زياده على السطح بتاعي، الجزء ده تبتدي تتصرف دكتور ان انا ازود ليه ترانسفير من السطح دوت. سامعيني كده؟ الصوت كان بدري كان واقف يا دكتور. طب دلوقتي تمام احنا سامعين. بس يا ريت لو حضرتك بس تعدي الجزئيه الاخيره، لان صوت حضرتك كان بيقطع بس ما بنسمعش كويس. طيب شباب حاضر، بقول كده هوت ان انا لو عندي سطحين ما بين درجه حراره اسمها تي 1 وتي 2 وركبت ما بينهم فن، فبالتالي في كميه حراره تتسرب من تي 1 لتي 2 عن طريق الكوندكشن، واخد بالي ان ما دام الفن ديت في عليها فلويد فبالتالي في جزء من الحراره بيتسرب كمان بالكونفكشن، فبالتالي بتعمل لي تسريب زياده للحراره. هو ده اللي انا عايزه من الفن، ان انا عايز ازود الهيت ترانسفير ريت. يبقى الاكستندد سيرفيس هو سطح بركبه، السطح دوت او الجزء ده بركبه عشان يزود لي الهيت ترانسفير او عشان يحسن الهيت ترانسفير ريت ما بين السطح السوليد والفلويد اللي معدي عليه. لو تخيلنا كده ان انا عندي وول بالشكل اللي قدامي دوت، فبقول كده هوت ان كميه الكونفكشن اللي هتطلع من الوول ده، طبعا الوول ديت معدي عليها فلويد، فبقول كميه الكونفكشن الكيو بتساوي الاتش في الاريا تي اس ماينس تي انفينيتي. فببساطه خالص لو انا اتكلمت على التي اس، فالتي اس اللي هي درجه حراره السطح ديت درجه حراره ثابته، التي انفينيتي كمان درجه حراره ثابته مش هقدر اتحكم فيها. يبقى انا عندي وسيله من اتنين عشان ازود الهيت ترانسفير ريت، يا اما عندي الاتش ازود الهيت ترانسفير ريت عن طريق ان انا اخلي الاتش دي تكبر، يا اما ازود الاريا. لو انا بتكلم على الاتش، هتزود الاتش دي ازاي؟ زي ما اتفقنا ممكن اقلب الكونفكشن بتاعي من فري كونفكشن لفورس كونفكشن. هعمله ازاي؟ لازم هركب فانه او اركب بامب او اركب بلور، كل دي حاجات هتزود لي سرعه الفلو وبالتالي هتزود الاتش. بس خد بالك اني عشان تزود الاتش انا محتاج حاجه زياده اللي هي الباور البلور او الفان او البامب ديت، فبالتالي انا بكلف نفسي تكلفه زياده. الحاجه الثانيه ان انا ازود الاريا. طب تعالوا نشوف لو انا زودت الاريا ايه اللي هيحصل. كل اللي انا هعمله هاجي اركب على السطح بتاعي اجزاء زي ما احنا شايفينها كده هوت، الاجزاء ديت هدفها انها تزود لي الاريا، زياده الاريا ديت هتبتدي تعلي لي الكونفكشن اللي بيحصل من السطح بتاعي. طيب طيب ينفع بقى اتعامل مع الاكستندد سيرفيس ده او الفين ديت على انها كونفكشن عادي خالص؟ في الحقيقه لا، ما ينفعش اعمل كده، لان ببساطه عشان اقول ان الكيو دوت بتاعت الكونفكشن بتساوي اريا في اتش في دلتا تي اس ماينس 20، لازم تكون
كلها عند نفس درجة الحرارة اللي اسمها تي اس، وده مش بيحصل في الفن. الفن زي ما اتفقنا ان في كمية حرارة ماشية فيها بالكوندكشن جايه من السطح، وطول ما هي ماشية في حرارة قاعدة تتسرب من الأسطح نفسها من بره هنا هو عن طريق الكونفكشن. فبالتالي طول ما انا ماشي كمية الحرارة اللي ماشية بالكوندكشن قاعدة تقل لنتيجة ان في كمية حرارة خارجة بالكونفكشن، درجات الحرارة قاعدة تقل. يبقى درجات الحرارة طول ما انا ماشي على الفن نفسها ما هياش تي اس، درجات الحرارة قاعدة تتغير. فبالتالي كل نقطة بيحصل منها كونفكشن مختلف عن النقطة اللي قبلها، وبالتالي ما ينفعش استخدم قانون الكونفكشن للفنز نتيجة تغير درجة الحرارة من نقطة لنقطة على سطح الفن بتاعتي. طيب نيجي بقى للابليكيشنز. هو انا بحتاج الفن في ايه؟ زي ما اتفقنا ان انا بزود الهيت ترانسفير ريت. ايه الابليكيشنز اللي بتحتاج مني ازود الهيت ترانسفير ريت؟ اول ابليكيشن فيهم حاجه عامله زي المحرك. كلكم طبعا شفتوا المحركات بتاعه الموتوسيكل، ده شكل محرك بتاع الموتوسيكل. لو بصينا عليه كده هتلاقي عليه فنز كتيره جدا، شكل الفنز زي ما انتم شايفين. كل الفكره ان انا بركب الفنز ديت بحيث انها تزود لي الهيت ترانسفير ريت، نتيجه ان المحرك ده بتبقى درجات الحراره فيه عاليه جدا، عايز ابرد المحرك، فبعمل عمليه التبريد ده عن طريق ان انا بركب الفنز. قبل تاني الترانسفورمرز. طبعا في ناس كتير من كهرباء تقول هو انا يعني ايه الفكره ان انا ادرس هيت ترانسفير ملهاش علاقه اساسا بمجالي؟ بالعكس، بقت كل الابلكيشنز اللي فيها كهرباء كلها فيها هيت ترانسفير. كل الابلكيشنز، اي ابلكيشن حضرتك بتشوفه لازم يكون فيه هيت ترانسفير. ترانسفورمرز الكبيره نتيجه الكميات الكهرباء العاليه اللي بتتحرك في الترانسفورمرز ديت بتحتاج عمليه تبريد كبيره، وبالتالي باجي على الاسطح من بره برضو بركب فنز. الالكتريكال موتور نفس الكلام، هتلاقي السطح بتاعه من بره ركب عليه فنز برضو وسيله عمليه التبريد. المايكرو بروسيسور او الشيبس الجديده برضو نفس الكلام، هتلاقي فوق البروسيسور بتاع الكمبيوتر بتاع حضرتك هتلاقي راكب عليه حاجه اسمها الهيت سينك. لو بصيت عليه هي عباره عن فنز، وكمان لان الموضوع ما بقاش كافي بيحطوا فوقيه كمان فانه عشان تقدر تسرب حراره على قد ما اقدر. الرادياتير بتاع العربيه لو حضراتكم شفتوها هتلاقوه عباره عن مجموعه مواسير متركب عليها فنز كتير جدا، برضه الفنز تاثيرها انها بتسرب حراره اكتر او بتزود لي الهيت ترانسفير ريت، وبالتالي بقدر اطرد الحراره اللي موجوده جوه المحرك. الفنز بيستخدم في حاجات كتير جدا، ممكن تبقى ماسوره مثلا عليها اي حاجه عايز الترانسفير وازود الريت من الفلويد دوت، فبحط فنز زي ما احنا شايفين في الشكل التاني. فالابلكيشنز بتاعت الفنز كتيره جدا، من اول الابلكيشنز الهندسيه الصغيره جدا زي المايكرو بروسيسور والمايكرو شيبس، الحاجات الكبيره زي الترانسفورمر وما شابه يعني، والمحركات والكلام ده كله. فابلكيشنز كتير جدا. طيب ايه الماتيريال اللي انا هستخدمها للفن؟ انا اهم عامل بالنسبه لي وانا بتكلم عن الفن اصنع الفن دي من ايه؟ بالنسبه لي انا عايز اصنع الفن ديت من ماتيريال ليها ثيرمال كوندكتيفيتي عاليه جدا. ليه؟ لان كل ما كانت الثيرمال كوندكتيفيتي عاليه ده الحراره تبتدي تنتشر جوه الفن ديت وتبتدي تتسرب مني احسن، يعني هيزود الهيت ترانسفير ريت. طب الايديال، الايديال لو كانت الفن ديت ليها ثيرمال كوندكتيفيتي توصل للانفينيتي. طبعا دي حاجه مش موجوده في الحقيقه ان انا يبقى عندي ماتيريال ليها ثيرمال كوندكتيفيتي بانفينيتي. لو حصل ان توصل للانفينيتي فهتلاقي كل الفن ديت ليها نفس درجه حراره السيرفيس اللي اسمه تي اس، وبالتالي هقدر استخدم قانون الكونفكشن العادي. يعني احنا قلنا مشكلتي ان انا مش هستخدم قانون الكونفكشن ان درجات الحراره هتبقى مختلفه من نقطه لنقطه، انما لو كانت الفن ديت ليها ثيرمال كوندكتيفيتي توصل للانفينيتي فبالتالي هقدر استخدم قانون الكونفكشن العادي جدا، وده حاجه مش... طيب لو جيت ابص على الكونفيجوريشنز بتاعت الفن هلاقي عندي اربع كونفيجوريشنز زي ما احنا شايفين كده هو. اول نوع بنسميه ستريت فين. الستريت فين ديت يعني ماشيه مستقيمه، بس لازم اخد بالي ان الفين ديت ليها حاجه اسمها يونيفورم كروس سكشن. يعني ايه يونيفورم؟ لو مشيت على الاكس اكسس اللي انا بشاور عليه دوت وحضرتك قطعت عند اي نقطه حتى ما بتتغيرش، دي بنسميها يونيفورم كروس سكشنال اريا او ليها يونيفورم. النوع الثاني اللي هو بي دوت بنسميه برضه ستريت فين، حاجه مستقيمه لكن الكروس سكشن بتاعتها ما هياش يونيفورم، بنسميها النون يونيفورم كروس سكشنال اريا. لشكل المثلث اللي انا شايفه دوت لو حضرتك جيت قطعت عند اي نقطه على محور اكس هتلاقي الاريا بتاعتي متغيره، يبقى طول ما الاريا بتاعتي بتتغير مع اكس
الصوت قطع يا دكتور. دكتور الصوت بيقطع. انا او محطوط على تيوب ده بسميه الانولر فين. معلش يا دكتور كده سامعني كده الاخير ده عشان الصوت كان بيقطع. الصوت قطع اول ما حضرتك قلت هنقطع اريا عند اكس او الاريا متغير عند اكس. تاني يا شباب في الشكلين A وB. تاني حاضر في الشكلين A وB انا بقول كده هوت ان الفين بتاعتي هي ستريت فين ماشيه مستقيمه، لكن في نوع فيهم بسميه اليونيفورم كروس سكشن اللي هو النوع الاولاني اللي هو ايه، لان حضرتك لو قطعت عند اي نقطه على محور اكس هتلاقي كروس سكشنال اريا هي ما بتتغيرش. النوع بي نون يونيفورم كروس سكشنال اريا، ده ببساطه لاني لو قطعت عند اي نقطه على اكس هتلاقي كروس سكشنال اريا بتاعتك بتتغير معاه. النوع الثالث اللي هو سي اللي هو الانولر، ده عباره عن زي الدونات كده او شكل الديسك اللي مفتوح بيتحط على المواسير او بيتحط على السطح السلندريكال. النوع الرابع اللي هو البين فين زي ما احنا شايفينه في الشكل اللي قدام. اهم حاجه لازم تبقى عارف ان الطول بتاع الفن هو العمودي على السطح، يعني الفن نفسها بتركب عموديه على السطح والطول هو العمودي على السطح بتاعه. طيب لو حبيت اعمل اناليسز لموضوع الفن ببساطه خالص، هاخد اي شكل الفن زي الشكل اللي قدامي دوت، هاخد منه اليمنت صغير، الاليمنت دوت السكنس بتاعه دي اكس، بقول كده هوت كمية الحرارة اللي داخلة للفن ديت اسمها QX، هتخرج من الناحية التانية من الفن اسمها QX plus DX، وفي كمية من الحرارة بتطلع من البريمتر أو من المحيط بتاع الفن دوت أو من السطح الخارجي للفن، دي بسميها DQ convection، والسطح الخارجي دوت ليه أريا اسمها D area بتاعت السيرفس، والفن ديت عند النقطة اللي أنا قاطع عندها ليها أريا اسمها أريا cross sectional. خلاص؟ ايه الاسامبشنز اللي انا هعملها قبل ما اخش في الاناليسز بتاع الفن؟ اول حاجه لازم ابقى عارف ان انا لسه بتعامل مع 1 دايمنشنال هيت ترانسفير، يعني انا بتكلم على حاجه 1 دايمنشنال خلاص ما فيهاش اي هيت ترانسفير في الاتجاهات الثانيه غير طبعا الكونفكشن. النوع الثاني او الحاجه الثانيه انا بتكلم على ستيدي ستيت، يعني درجات الحراره خلاص ثابته مع التايم ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. الحاجه الثالثه ان الكي بتاعي كونستانت ما فيش اي تغير للكي مع درجات الحراره. الحاجة الرابعة بقول مفيش heat generation في الفن ديت، يعني الفن نفسها ما بتولدش حرارة. بقول كمان ان الفن ديت الراديشن اللي بيطلع منها مهمل، حاجة مهملة، فبالتالي الاناليسز بتاعتي مش داخل فيها غير الكونفكشن والكوندكشن بس، اي راديشن طالع ده مش داخل معايا في الحساب بتاعي. الحاجة الأخيرة بيقول لي كده هوت إن كمية الإنرجي أو الـ H بتاعتي، خليني في الـ H سيبكم من النقطة اللي قبلها، كمية الكونفكشن ما فيهاش مشكلة. الـ H بتاعتي هي يونيفورم على كل السطح بتاع الفن بتاعي، يعني الفن من فوق أو من تحت ليها نفس الـ H أو ليها نفس الـ Heat Transfer Coefficient على أسطح الفن بتاعتي. لو جيت أبص على الأناليسز بتاعت الفن، الأناليسز طبعا هنتكلم فيها عشان حضرتك تبقى عارف الدنيا ماشية إزاي أو بيحصل إزاي الأناليسز ده. الاناليسز زي ما قلت ببساطه خالص ان كميه الحراره اللي داخله لو طبقت الفيرست لو هتساوي كميات الحراره اللي خارجه من الفن بتاعتي، فبقول كده هوت ان كميه الحراره اللي داخله عند النقطه اللي اسمها اكس اللي هي كيو اكس هتبقى بتساوي كميه الحراره اللي خارجه بالكوندكشن اللي هي اسمها كيو اكس بلس دي اكس، وكميه الحراره اللي خارجه بالكونفكشن اللي اسمها دي كيو كونفكشن. يبقى بقول كده هوت ببساطه كيو اكس تساوي QX plus DX plus DQ convection. QX أنا عارفها اللي هي negative K في الأريا بتاعت cross sectional DT by DX، والQX plus DX هي نفسها QX plus التغير اللي حصل عليها، يبقى QX plus DX هتساوي QX plus DQX by DX في DX. لو حطيت القيم ديت هيبقى يطلع لي QX بتاعتي بنيجاتيف K في أريا cross sectional DT by DX، القيمة الثانية هتبقى بنيجاتيف كي دي باي دي اكس. خدوا بالكم كي طلع بره عملية الديفرنشيشن ببساطة لان الكي بتاعي زي ما قلت كونستنت، فبقول نيجاتيف كي دي باي دي اكس للاريا كروس سكشنال دي تي باي دي اكس في دي اكس. الكيو بتاعت الكونفكشن او دي كيو كونفكشن هي الاتش في الاريا سيرفيس الخارجية اللي هي دي اريا سيرفيس في تي ماينس تي انفينيتي. لو عملت substitution في القانون الأولاني اللي هو QX بتساوي QX plus DX plus DQ convection هيطلع لي منه إن D by DX للأريا cross sectional DT by DX minus H على K، خد بالك أنا قسمت على K،
ماينس اتش على كي دي اريا سيرفيس باي دي اكس في تي ماينس تي انفينيتي. طيب لو جيت عملت ديفرنشيشن للاريا كروس سكشنال في دي تي باي دي اكس هيطلع لي حتتين لان انا دول حاجتين مضروبين في بعض، هيطلع لي دي سكوير تي باي دي اكس سكوير زائد واحد على اريا كروس سكشنال دي اريا كروس سكشنال باي دي اكس في دي تي باي دي اكس ماينس الترم الاخراني هيبقى واحد على اريا كروس سكشنال اتش على كي دي اريا سيرفيس باي دي اكس في تي ماينس تي انفينيتي. في الحقيقه الترم الثاني اللي طلع لي من عمليه الديفرنشيشن في دي اريا كروس سكشنال باي دي اكس، الترم دوت هستخدمه ولا مش هستخدمه؟ في الحقيقه ده على حسب نوع الفين بتاعتي. لو الفين بتاعي نون يونيفورم يبقى بالتالي الاريا كروس سكشنال بتتغير مع دي اكس يبقى ليها قيمه، يبقى الترم ده ليه قيمه لو انا بتكلم على حاجه او على فين الفين ديت الكروس سكشنال بتاعها نون يونيفورم. انما لو بتتكلم على يونيفورم كروس سكشنال اريا يبقى دي اريا كروس سكشنال باي دي اكس ده راح بزيرو، يبقى الترم اللي في النص ده كله راح بزيرو. في الحقيقه احنا هنعمل الاناليسز بتاعتنا كلها على اليونيفورم كروس سكشنال اريا، وبالتالي هيطلع لي من القانون ده ان دي سكوير تي باي دي اكس سكوير ماينس اتش في حاجه اسمها البي على كيف الاريا كروس سكشنال في تي ماينس تي انفينيتي بتساوي زيرو. ايه البي اللي ظهر دوت؟ لو واخدين بالكم ان انا عندي حاجه اسمها الاريا سيرفيس، وخد بالك ان الاريا سيرفيس بتاعتي هي عباره عن البريمتر بتاع السطح دوت او المحيط بتاع السطح بتاعي، وفي دي سيرفيس على الدي اكس الدي اريا سيرفيس على الدي اكس ده بيطلع لي ببساطه خالص هو البريمتر، يبقى البي ده عباره عن البريمتر او المحيط بتاع الشكل بتاعي. وخد بالك ان المحيط دوت بيتحسب من الكروس سكشنال اريا، يعني حضرتك بتمسك كروس سكشنال اريا وتمشي حواليها يبقى هو ده المحيط بتاعي او هو ده البريمتر بتاعي. فيطلع لي ان دي سكوير تي باي دي اكس سكوير ماينس اتش في البريمتر على كيف الاريا كروس سكشنال في تي ماينس تي انفينيتي ايكوال زيرو. الايكويشن ده شكلها كده اهو ديفرنشال ايكويشن من السكند اوردر، عشان نسهل الحل بتاعها قالوا هنحط ترانسفورميشن، حط ترانسفورميشن اسمه سيتا اوف اكس، وقال لي كده اهوت او هو عرف ان السيتا ديت هي تي اوف اكس ماينس تي انفينيتي. لو عملت تفاضل او فضلت السيتا ديت مرتين هيطلع لي دي سكوير تي باي دي اكس، خلاص يبقى دي سكوير سيتا باي دي اكس سكوير هي نفسها دي سكوير تي باي دي اكس سكوير، ده ببساطه لان تي انفينيتي بتاعتي كونستانت. وفي الحقيقه الحاجه الثانيه هو مسك الاتش في الاريا كروس سكشنال دي كلها ثوابت بالنسبه له فسماهم ام سكوير. عمل الكلام ده ليه؟ عمل الكلام ده ببساطه عشان يقدر يحل الايكويشن. الام ديت ملهاش اي فيزيكال مينينج، عشان ما حدش يرجع يسال، الام ملهاش اي فيزيكال مينينج، هو مجرد شويه ثوابت لقاهم ماشيين معاه فقال عشان ما اتلخبطنيش الثوابت ديت انا هسميها ام سكوير. فطلعت لي شكل الايكويشن بعد ما حولت الترانسفورميشن دوت، طلع لي بيقول لي ان دي سكوير سيتا باي دي اكس سكوير ماينس ام سكوير في سيتا، ما هي تي ماينس تي انا سميتها سيتا، فيبقى دي سكوير سيتا باي دي اكس سكوير ماينس ام سكوير في سيتا ايكوال زيرو. الايكويشن ديت لو رحت لاي حد بتاع رياضه هيقول لك الحل بتاع الايكويشن دي حل بسيط خالص، بيقول لك كده اهوت ان عشان تحلها هيطلع ان الحل بتاعها ان السيتا اوف اكس بيساوي سي 1 في اي اس ام اكس بلس سي 2 في اي اس نيجاتيف ام في اكس. في الحقيقه الحل دوت ناقص حته، ايه الحته اللي ناقصه؟ ناقصنا نعرف الكونستانتس اللي اسمهم سي 1 وسي 2 دول بكام عشان اقدر اقول سيتا اوف اكس دي بتساوي ايه. وخد بالك ان سيتا ده بتديني درجه الحراره تي اوف اكس ماينس تي انفينيتي، يبقى انا الاناليسز اللي انا بعملها ديت هتطلع لي في الاخر توزيع درجه الحراره على الفين بتاعتي شكله عامل ازاي مع الاكس، يبقى ناقص لي السي 1 والسي 2. طب هتعمل ايه في السي 1 والسي 2؟ برضه بتوع الرياضه قالوا لي كده اهوت عشان تجيب السي 1 والسي 2 لازم لك حاجه اسمها تو باوندري كونديشنز، يعني لازم تبقى عارف درجه الحراره عند نقطتين على الفين دي عشان تقدر تعرف سي 1 وسي 2 بكام. طيب هل حضرتك تقدر تعرف درجه الحراره عند اي نقطه على الفن؟ في الحقيقه اقدر اعرف اول نقطه على الفن اللي هي عند اكس بزيرو، اللي هي اول نقطه ركبت فيها الفن اللي هو السطح نفسه اللي انا مركب عليه الفن ده درجه حرارته معروفه بنسميها تي بيز. يبقى الباوندري
ان عند اكس تي تي اوف اكس او تي اوف زيرو بتساوي تي بيز. ده اول كونديشن. يبقى الكونديشن الاولاني عند اكس ايكوال زيرو السيتا بتاعتي او السيتا اوف زيرو هتبقى بتساوي تي بيز ماينس تي انفينيتي اللي هنسميها بعد كده سيتا بيز. الكونديشن الثاني اخده فين؟ متوقعين كده هوت الموضوع يطلع فين يا شباب الكونديشن الثاني؟ ها يا شباب حد عنده فكره الكونديشن الثاني يطلع فين في الفن؟ عند اكس بانفينيتي. عند اكس بكام؟ انفينيتي. عند السطح بتاع الكونتاكت. لا انا ما عنديش اكس انفينيتي، انا عندي اكس بتساوي ال اللي هو الطول بتاع الفن. ده طول الفن بتاعتي، فاخد التمبرتشر فين؟ هاخدها عند اكس بتساوي ال اللي هو فين يعني المنطقه او السطح اللي انا بشاور عليه دلوقتي. ده بنسميه التب. فده بنسميه التب كونديشن. يبقى اول كونديشن عندي خلاص عند اكس ايكوال زيرو خلاص انا عرفته. في كونديشن تاني عند التب، درجة الحرارة توصل بكام عند التب اللي احنا هنتكلم عليه. في الحقيقة لما جينا نبص عند التب اللي هو عند اكس بتساوي ال درجة الحرارة ممكن تبقى بتساوي كام؟ فقال لك في اربع احتمالات. الاربع احتمالات دول بيوصلوني ان انا اقدر اعرف درجة الحرارة عند التب دي بكام. في احتمال اللي هو نسميه احتمال ايه؟ بيقول لي كده ان ممكن تكون الفن ديت فيها convection heat transfer من التب. يعني بوصل عند التب ديت درجة الحرارة عالية والاريا بتاعتي عالية فيحصل convection من التب عادي جدا. ده كونديشن. في كونديشن تاني بيقول لي ان التب ديت ادياباتيك، يعني التب ديت معزوله. يعني ايه تب معزوله؟ يعني مفيش حراره هتطلع من التب. طب ده ينفع يحصل؟ ينفع يحصل. ممكن حضرتك تعزل التب ديت تماما ويبقى انا ده كونديشن عندي، وبالتالي النقطه ديت لو حضرتك لمستها مش هتلاقي فيها اي مشكله. او ان التب ديت لو حضرتك بصيت على الفنز في حاجه مثلا زي الرادياتير او زي الموتور هتلاقي ان السيكنس بتاعها ضيق جدا والاريا ديت ضيقه جدا، فبالتالي الاريا بتاعتي ضيقه ودرجه الحراره ممكن تكون عند التب ديت قريبه من درجه حراره الانفينيتي، فبالتالي كميه الحراره اللي تطلع من التب اساسا تبقى نيجليجيبل. فيبقى الكونديشن الثاني اللي هو كونديشن بي ده هنسميه ادياباتيك تب فين او نسميه نيجليجيبل هيت ترانسفير من التب. الاثنين بيدوني نفس المعنى. الكونديشن الثالث بيقول لي ان انا ممكن يبقى عندي درجة حرارة محددة انا محافظ عليها عند التب. يعني انا اجي اقول لك درجة حرارة التب ديت هتفضل 50 درجة، الجسم بقى بتاعي درجة حرارته زادت، الجسم درجة حرارته قلت، هو هيفضل الجسم ده او التب ديت عند درجة حرارة محددة. الحاجة الرابعة قال لك انا ممكن اوصل لدرجة حرارة عند التب توصل لنفس التي انفينيتي. بس امتى؟ ليه ان درجة الحرارة عند التب توصل لتي انفينيتي؟ لو كان طول الفن دوت يوصل هو كمان للانفينيتي. يعني تعمل فن طولها بانفينيتي، فبالتالي لما تيجي تلمس التب في الاخر تلاقيها هي كمان بتساوي تي انفينيتي. فدول الاربع كونديشنز. الاربع كونديشنز دول هاخد واحد منهم، كل واحد منهم مع الكونديشن الاولاني هيديني حل. خلاص. في واحد من الاربع كونديشنز دول احنا مش هندرسه اللي هو البريسكرايب تمبريتشر او اللي هو الكونديشن سي دوت، ان درجه الحراره تبقى ثابته عند التب، مش واقعي قوي او مش حاجه محطوطه قوي او مش حاجه عمليه في الابلكيشنز بتاعتي، فبالتالي انا مش هدرسه. انا هدرس الثلاث حالات التانيين اللي هم A و B و C. فكل كونديشن فيهم هاخد التو كونديشنز بتوعه واشوف الحل اللي هيدهم لي شكله عامل ازاي. فهنمشيهم كده، هنغير بقى الترتيب بتاعهم. هنقول ان انا الحل الاولاني ان يبقى عندي كونديشن عند البيز ان عند x equal 0 درجة الحرارة T بتساوي T بيز، والكونديشن الثاني اللي هو الانفاينايت لونج فن او فيري لونج فن اللي هو بيقول لي لو ال بتاعتي تندس تو انفينيتي او اللينس بتاعتي توصل للانفينيتي فسيتا ال هتساوي زيرو. سيتا ال يعني درجة الحرارة عند التب هي نفس درجة حرارة الانفينيتي. الكونديشن الثاني بيقول لي برضه هاخد تو كونديشنز، تو باوندري كونديشنز. الكونديشن الاولاني اللي هو برضه عند اكس ايكوال 0 السيتا بتساوي سيتا بيز او التي بتساوي تي بيز. طب الكونديشن الثاني انا قلت لك انه ادياباتيك تيب فين، فده معناه ان دي سيتا باي دي اكس او التغير بتاع سيتا مع الاكس عند اكس ايكوال ال بيساوي 0. ده كونديشن هو كمان يديني حل. الكونديشن الثالث بيقول لي كده لو انا عندي كونفكشن هيت ترانسفير من التب، فبالتالي ده هيوديني ان كميه الكونفكشن اللي هتطلع من التب بتساوي كميه الكوندكشن اللي كانت داخله للتب. يعني الاتش في الاريا كروس سكشنال، خد بالك دي الاريا بتاعت التب، في تي ال ماينس تي انفينيتي
بتساوي نيجاتيف الكي في الاريا كروس سكشنال دي تي باي دي اكس عند اكس ايكوال ال. ده الكونديشن ده مع الكونديشن الاولاني يديني حل تالت. وزي ما قلت الكيس الرابعه اللي هي درجه الحراره البريسكرايب تمبرتشر انا مش هتعامل معاها لان ببساطه عمليا دي مش بتتحقق. طيب نشوف كل واحد فيهم هيديني ايه. هناخد الكيس ايه بنقول كده هوت لو انا عندي زي ما قلت ان ال تندس تو انفينيتي فسيتا ال هتساوي زيرو. كونديشن الاولاني زي ما قلنا او الباوندري كونديشن الاولاني قال لي كده هوت عند او سيتا عند اكس ايكوال زيرو بتساوي سيتا بيز. لو عند اكس ايكوال زيرو التي بتساوي تي بيز. لو طبقت الكلام ده هنا في القانون فتبقى سيتا بيز اللي هو في الحل اللي انا عندي هتبقى بتساوي سي واحد في سي ام اف اكس زي سي 2 في سي ام اف اكس. لو حطيت اكس بزيرو في الناحيتين دول فيطلع لي ان سيتا بيز بتساوي سي واحد زائد سي 2. ده الكونديشن الاولاني. طب الكونديشن الثاني انت قلت لي لو كانت ال بتاعتي هتوصل لانفينيتي فسيتا ال هتوصل لزيرو. طب انا عندي سيتا بتساوي زيرو اهي بتساوي سي واحد في اي اس ام في ال زائد سي 2 في اي اس نيجاتيف ام في ال وانت قلت لي ال ديت توصل للانفينيتي. متوقعين الترم الاولاني دوت انفينيتي فبالتالي الترم الاولاني اللي فيه سي واحد دوت ما ينفعش يحقق الايكويشن دي فبالتالي الترم ده هيتشال من الحل بتاعي تماما. وهيتفضل لي حل واحد بيقول لي ان سي 2 في اس نيجاتيف ام في اكس هو ده اللي بيساوي سيتا بيز. يفضل لي سيتا او سيتا بيز هتبقى بالحل ده اللي هو سي 2 في اي اس نيجاتيف ام في اكس. فيطلع لي لو انا الاكس بتاعتي او ال بتاعتي هو دوت بانفينيتي طيب نيجاتيف انفينيتي ده هيطلع بزيرو يبقى هو ده اللي حقق لي الايكويشن بتاعتي. فلو انا من الكونديشن الاولاني خلاص الترم الاولاني ده راح بخلاص ما عنديش الترم الاولاني واساسا سيتا بيز هي عباره عن سي 2 فتطلع السي 2 ديت بتساوي سيتا بيز. فيطلع الحل شكله عامل ازاي؟ يطلع الحل بيقول لي ان سيتا على سيتا بيز بتساوي اي اس نيجاتيف ام في اكس. هو ده حل الايكويشن؟ اه حل الايكويشن. ده بيديني ايه الحل ده شباب؟ الحل ده ببساطه بيديني تمبريتشر ديستريبيوشن على طول الفن. يعني يديك درجه الحراره اللي اسمها تي عند اي نقطه اسمها اكس. السيتا اللي فوق ديت تفسيرها ان انا بقول درجه الحراره اللي اسمها تي اوف اكس ماينس تي انفينيتي على تي بيز ماينس تي انفينيتي بتساوي اي اس نيجاتيف ام اف اكس. حط الاكس باي قيمه تطلع لك درجه الحراره عند النقطه دي اللي هي تي اوف اكس ديت بتطلع بكام. فيبقى ده الحل الاولاني اللي انا طلعته لو الكيس بتاعتي ان الفن بتاعتي انفاينايت لينز. طيب عايز دكتور تعرف معلش ايه تاني ممكن... في الفن بالحقيقه عايز اعرف دكتور تاني كونديشن بس تاني عشان الصوت قطع فيه. حاضر شباب تاني كونديشن. تاني كونديشن بقول كده هوت ان انا بقول ان السيتا بتساوي زيرو درجه الحراره وتوصل للتي انفينيتي فتبقى سيتا هي تي انفينيتي ماينس تي انفينيتي هتطلع بزيرو لو كان الطول بتاعي بيساوي انفينيتي. فبقول كده هوت ان الايكويشن بتاعتي هتتحول اللي هو الحل هيبقى سي 1 في اس ام في ال زائد سي 2 في اي اس نيجاتيف ام في ال. طب ال دي بانفينيتي الترم الاولاني ده ما ينفعش يحقق الزيرو. ده الترم الاولاني ده تندس تو انفينيتي فبالتالي ما ينفعش يحقق الزيرو فبالتالي الترم ده ما ينفعش يبقى موجود في الحل مش مظبوط ما ينفعش يطلع في الحل بتاعي. فيطلع لي كده هو بما ان الترم الاولاني من الايكويشن الاولانيه ان الترم ده خلاص مش موجود وانا قلت هنا هوت من الايكويشن الاولانيه بسي 1 زائد سي 2 فتطلع ان سيتا بيز بتساوي السي 2 فيوصل الحل هنا هوت ان سيتا على سيتا بيز بتساوي اي اس نيجاتيف ام في اكس. وقلنا كده هوت ان بما ان انا بتكلم على تمبريتشر ديستريبيوشن هتفيدني بايه المعادله دي؟ هتفيدني انها تديني درجه الحراره اللي اسمها تي اوف اكس عند اي نقطه اسمها اكس. فسيتا ديت هي تي اوف اكس ماينس تي انفينيتي على تي بيز ماينس تي انفينيتي بتساوي اي اس نيجاتيف ام في اكس. حط الاكس دي باي طول بتاع الفن يطلع لي منها صوت قاطع. دكتور سامعيني يا شباب؟ لا الصوت بيقطع يا دكتور معلش تاني كده سامعينك يا دكتور كده تمام.
طيب ايه الحاجه الثانيه اللي انا عايزها من الفن؟ الحاجه الثانيه اللي انا عايزها من الفن هي كيو دوت بتاعه الفن. عايز اعرف الفن طلع كميه حراره قد ايه. انا مركب الفن دي اساسا عشان تطلع لي كميه حراره. فبقول كده ان الكيو بتاعه الفن بتساوي نيجاتيف كي في الاريا كروس سكشنال دي سيتا باي دي اكس اللي هي دي تي باي دي اكس هي هي بس عند اكس ايكوال 0 كميه الحراره اللي هتطلع من الفن. لو فضلت او عملت ديفرنشيشن لسيتا هيطلع لي منها ان الكيو دوت بتاعه الفن هتطلع بالسكوير روت للاتش في البريمتر في الكي في الاريا كروس سكشنال ده كله تحت السكوير روت. الكلام ده كله مضروب في سيتا بيز. السيتا بيز بره السكوير روت. السكوير روت على الاتش في البي في الكي في الاريا كروس سكشن. يبقى انا كده لو الكيس بتاعتي اسمها انفاينايت لونج فين او فيري لونج فين اقدر اطلع تمبريتشر ديستريبيوشن على الفين شكله عامل ازاي واقدر اطلع الكيو بتاعت الفين شكله عامل ازاي. طيب الكيس الثانيه الكيس الثانيه قلنا ان انا عندي ادياباتيك تيب فين اللي هو ان انا هاجي على التيب ديت هعزلها او اقول ان في نيجليجابل هيت ترانسفير بيحصل من التيب يعني كميه حراره مهمله بتطلع من التيب فانا مش هعتبرها انها حراره اساسا طالعه من التيب. ده ليه؟ ده لسببين. ان ممكن تكون درجه الحراره قريبه جدا من تي انفينيتي دي حاجه. الحاجه الثانيه لو بصينا في الغالب في السيكنس بتاع الفينز الحقيقيه اللي بتحصل في الحاله العمليه هتلاقي السيكنس بتاعها صغير جدا فبالتالي كميه الحراره اللي طالعه من التب هي كميه نيجليجيبل فالكونديشن ده كونديشن. طيب الكونديشن الاولاني او الباوندري كونديشن الاولاني هو هو اللي هو عند سيتا او سيتا اوف اكس بتساوي 0 هي سيتا بيز ده هو بيطلع لي منه ان سيتا بيز بتساوي سي 1 زائد سي 2 لما احط اكس بتساوي 0 خلاص يبقى سيتا بيز بتساوي سي 1 زائد سي 2. طب الكونديشن الثاني اللي هو قلنا ان دي سيتا باي دي اكس عند اكس ايكوال ال بتساوي 0 مفيش حراره طالعه من عند البيز من عند التب سوري ده يطلع لي منه ان سي 1 في اي اس ام في اكس ناقص سي 2 في اي اس نيجاتيف ام في اكس اللي هي ام في ال بتساوي 0. لو حليت التو ايكويشنز اللي قدامي دول الاثنين اللي قدام بعض دول هيطلع لي منهم حل للايكويشن اللي كانت في الاول هيطلع لي منه ايه؟ هيطلع لي منه ان سيتا على سيتا بيز بتساوي اي اس ام في اكس على 1 زائد اي اس 2 ام في ال زائد اي اس نيجاتيف ام اكس على 1 زائد اي اس نيجاتيف 2 ام ال. القانون ده ينفع تختصره؟ قال لك اه ينفع اختصره بالهايبربوليك فانكشنز اللي هي الفانكشنز اللي ما اعرفش بيسموها ايه بالعربي اللي هي شاين وكوشاين والكلام ده. فقال لي كده ان سيتا على سيتا بيز تقدر تطلع او يطلع مسماها كوشاين ام في ال ناقص اكس على كوشاين ام ال. وخد بالك ان الكوشاين على ام في ال ناقص اكس الايكويشن ديت هي معادله بتديني التمبريتشر ديستريبيوشن على الفن لو كانت ادياباتيك تيب فن او نيجليجيبل هيت ترانسفير اللي هي تديني تي اوف اكس عند نقطه اسمها اكس يعني عند اي طول من الفن اسمه اكس حضرتك تقدر تحسب درجه الحراره اللي اسمها تي اوف اكس ديت تطلع بكام. طيب عايز احسب كمان كميه الحراره بنفس الطريقه هقول ان كيو فن هتبقى بتساوي نيجاتيف كي في اريا كروس سكشنال دي تي باي دي اكس عند اكس ايكوال 0 اللي هي بتساوي نيجاتيف كي في اريا كروس سكشنال دي سي باي دي اكس عند اكس ايكوال 0. لو عملت عمليه ديفرنشيشن للسيتا اللي انا طلعتها في القانون اللي فات اللي هو توزيع درجه الحراره هيطلع منها القوانين اللي قدامي دي اللي في الاخر لو حبيت اختصرها بالهايبربوليك فانكشنز تطلع ان الكيو دوت بتاعه الفن هتتساوي السكوير روت للاتش في البريمتر في الكي في الاريا كروس سكشنال ده كله تحت السكوير روت الكلام ده مضروب في سيتا بيز في تانش ام ال. يبقى انا كده عرفت كميه الحراره اللي تطلع من الادياباتيك تيب فين وعرفت توزيع درجه الحراره على الادياباتيك تيب فين شكله عامل ازاي. الكيس الثالثه اصعبهم لان الايكويشنز هتبقى رخمه شويتين. الكونديشن الاولاني هو هو زي ما قلنا اللي هو عند البيز سيتا اوف اكس اوف سيتا بيز فيطلع لي منها ان سيتا بيز بتساوي سي 1 طبعا احنا قلنا ان اي اس ام في اكس اكس ب 0 خلاص ده ب 1 واي اس نيجاتيف ام في 0 برضه ب 1 فتطلع ان سيتا بيز هي سي 1 زائد سي 2 ده الكونديشن الاولاني. طيب الكونديشن الثاني قلنا في كونفكشن من التب في كميه حراره كبيره طالعه من التب مش هينفع اهملها فهتبقى الاتش في الاريا كروس سكشنال في تي اوف ال ماينس تي انفينيتي هتساوي كميه الكوندكشن اللي هي بتساوي نيجاتيف كي في اريا كروس سكشنال دي تي باي دي اكس عند اكس ايكوال ال. طيب الكلام ده هيوصلني لايه؟ برضو الكلام ده هيوصلني الحل زي ما احنا شايفين كده هوت
الحل بتاع توزيع درجه الحراره اللي هو اللي انا بشاور عليه دلوقتي، بيقول لي ان سيتا على سيتا بيز بتساوي كوساين ام في ال ناقص اكس زائد اتش على ام في كي ساين ام في ال ناقص اكس على كوساين ام ال زائد اتش على ام في كي في ساين ام ال. برضو القانون ده يديني توزيع درجة الحرارة، يعني يديني درجة الحرارة عند أي نقطة اسمها X، يبقى لازم تظهر لي في الإكويشن هنا هو الـ X، وتظهر لي الناحية التانية سيتا بس اللي هي سيتا أو في X، يعني عايز درجة الحرارة عند نقطة محددة على الطول اسمها X. طيب لو حبيت أجيب الـ Q فين بنفس الطريقة، لو عملت differentiation للعلاقة دي يطلع لي Q وضربتها في الـ K في الـ area cross sectional في النيجاتيف عند x equal 0 يطلع لي منها q ضد بتاعت الفن، فيطلع لي ان q ضد بتاعت الفن هتبقى بتساوي السكوير روت لل h في البريمتر في ال k في الاريا كروس سكشنال في سيتا بيز في شاين ام ال زائد h على m في a في k كوشاين ام ال على كوشاين ام ال زائد h على m في k في شاين ام ال. يبقى انا برضو الكيس اللي هي بتاعت الكونفكشن من التب لازم هبقى عارف توزيع درجة الحرارة على التب بشكله عامل ازاي، وهبقى عارف كمية الحرارة اللي خارجة من الفن دي شكلها عامل ازاي. اخر حاجة هنتكلم بقى عن الاكويشنز. الاثبات ده كله ما يهمنيش، يهمني انك تعرفه كده المعرفة، يعني مش هيجي لك في امتحان اثباتات لان انا مش بتعامل معاك ان انت تعرف رياضة، انما الفكرة كلها انك تبقى فاهم بس الاكويشنز دي جت منين وليه. فالتيبل اللي قدامي ده بيديني توزيع درجة الحرارة او الفن هيت ريت او كمية الحرارة بتطلع من الفن في الكيسز المختلفة. فبيقول لي كده هوت اول حاجة بيقول لي التب كونديشن، لو كان الكيس بتاعتي كونفكشن هيت ترانسفير من التب ده شكل الكونديشن، ده شكل التمبريتشر ديستريبيوشن اللي هو سيتا على سيتا بيز، شكل الهيت ترانسفير ريت اللي هي كيو دوت هتبقى شكلها كده. البي اللي هو الادياباتيك تب فن ده شكل التمبريتشر ديستريبيوشن اللي هو سيتا على سيتا بيز هتبقى بتساوي كوساين ام في ال ناقص اكس على كوساين ام ال. الهيت ريت بتاعها او كمية الحرارة اللي خارجة من الفن هتبقى بتساوي M في تانش ML. البريسكرايب تمبرتشر مش هتعامل معاها اللي هي الكيس C. الكيس D اللي هو الانفاينايتلي لونج فن. السيتا على سيتا بيز هتبقى بتساوي E أس نيجاتيف M في X. الفن هيت ريت قال لي انها اسمها M كابتل. ايه قصة الM كابتل دي؟ هو لقي برضو ان في الاكويشنز بتاعته في كل الاكويشنز اللي فاتت لقي ان فيه سكوير روت لل h في البريمتر في ال k في الاريا كروس سكشنال ده كله تحت السكوير روت مضروب في سيتا بيز في كل الايكويشنز بتاعت الفين هيت ريت، فراح واخد الكميه دي على بعضها ومسميها m كابيتال. طبعا الm كابيتال ملوش اي برضه فيزيكال مينينج غير ان هو اختصار للايكويشنز بس عشان تبقى شايف الشكل المختصر، بتحسب كميه على بعضها وبعد كده بتحطها في الايكويشن من غير ما تفكر فيها تاني، فبيطلع حاجه اسمها الm كابيتال اللي انتوا شايفينها. خلاص يا شباب. طبعا الجدول مديني فيه كل التفاصيل، يعني بيقول لي سيتا هي تي ماينس تي انفينتي، سيتا بيز هي تي بيز ماينس تي انفينتي، الام سكويرد اللي هي الاتش في البريمتر على الكي في الاريا كروس سكشنال، الام كابيتال اللي هي السكوير روت لاتش في البريمتر في كي في اريا كروس سكشنال مضروبه بره في سيتا بيز. الجدول دوت لو جات لك او مش لو جات مسائل الفينز في الامتحانات هتلاقيني مديك الجدول دوت، يعني حضرتك مش محتاج تحفظ اي ايكويشن من الايكويشنز اللي محطوطه قدامك، مطلوب منك انك تبقى عارف بس الايكويشنز ديت امتى اطبقها، يعني ايه في كونفكشن هيت ترانسفير، يعني ايه ادياباتيك، يعني ايه انفاينايتلي لونج فين، وازاي تفهم من كلام المساله دي اني كيس فيهم بالظبط، وتعرف تطبق المعادلات المظبوطه على حسب الحاجه اللي انا محتاجها في المساله. محتاج اعرف تمبرتشر عند نقطه محدده يبقى انا هستخدم ايكويشن بتاع تمبرتشر ديستريبيوشن، محتاج اعرف كميه الحراره اللي بتخرج من الفن يبقى انا هتكلم على فين هيت ريت. خلاص عرفت الكيس يبقى عرفت اطلع الايكويشن المناسبه، عرفت اطبق في الايكويشن ديت، عرفت درجه الحراره، عرفت كميه الحراره. لغايه اللي احنا اتكلمنا فيه في المحاضره ديت احنا اتكلمنا على حاجه اسمها السنجل فن. في الحقيقه في الحياه العمليه لما تيجي تبص يعني زي ما شفنا كده الابلكيشنز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، نرجع تاني لقصه الابلكيشنز، شايفين كده الابلكيشنز هتلاقي الاسطح المختلفه ما عليهاش فن واحده، دي عليها مجموعة كبيرة جدا من الفنز زي ما انتم شايفين كده هوت، كل سطح عليه كمية فنز كبيرة جدا. ازاي اتعامل مع كمية الفنز الكبيرة ديت على حسب الحالة بتاعتها؟ ده اللي هنتعلمه في المحاضرة الجاية. ازاي اتعامل مع الكيس بتاعتي لو مجرد مش مجرد ان انا اتعامل مع فن بس، ترانسفير ريت في الهيت اكسشنجر ده
عليها فنز وماشي فيها ميه من بره وماشي فيها هواء من جوه، كميه الحراره بتتنقل من ميه اللي جوه للهواء اللي بره مع وجود الفنز مع وجود المواسير مع الكونفكشن اللي بيحصل جوه، احسبه ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتعلمه المره الجايه. فالمره الجايه هنتكلم عن حاجه اسمها المالتي او بيسموها كده السيرفيس ويز مالتي فين. خلاص هنتعلم المره الجايه ازاي اي سيرفيس مهما كانت عدد الفنز اللي عليه اعرف اتعامل معاه بطريقه برضو هتبقى اسهل. لغايه النهارده حضرتك تقدر تتعامل مع فن واحده بس، الفن ديت تقدر تطبق على حسب الكونديشن بتاعك، تقدر تاخد الجدول دوت قدامك كده هوت وتقدر تعرف منه الايكويشنز اللي انت محتاجها وتقدر تطبق فيها تطلع يا اما درجه حراره عند نقطه محدده على الفن يا اما تطلع كميه الحراره اللي خارجه من الفن. لغايه هنا حد عنده مشكله يا شباب؟ تمام يا دكتور.